أو حاول تحافظني على 40% تقريبا، خليك ثلاث أرباع المسافة محافظ على نص السرعة. من اليوم الثالث على التوالي تقوم تشرف الهيئة السورية الرياضة والشباب محافظة درعا على مسابقة الجري 3 كيلومتر، تمت والحمد لله باليوم الأول أول أمس بالمنطقة الوسطى المنطقة الغربية وتمت بنجاح، ثم تابعنا اليوم أمس بالمنطقة الشرقية من مدينة السيفة، واليوم الثالث على التوالي الحمد لله توجنا هون بمنطقة الجدور قرب تل الحارة. الحمد لله تكلت أيضا بالنجاح، شارك معنا هنا 6 أندية زائد منظمات شعبية مثل وكليات مثل كلية البشائر. الحمد لله تكلل السباق بالنجاح. ممنوع المساعدة، ما بصير أي لاعب بيساعد لاعب إيش بالطريقة هاي بخسر 2 بيطلع برا السباق. بالكلام بس تشجيعي كلام. حصل 33 ثانية صفوان شباط من نادي نمر.